الحمد لله من بعد طنجة اليوم في <applause> تطوان وكنشوف ردة الفعل الجمهور اللي حقيقة جميلة تناولي لهذا الموضوع واخا كيتكلم على واحد الحقبة سوداء في تاريخ المغرب اللي هنا سنوات الرصاص حاول نتناولها من الجانب الإنساني وفاش كتكلم الإنسانية يعني لازم قيس الانسان الاخر المتفرج في كي... هذا فهد... الفيلم كنت نتكلم على الاشخاص اللي مشاو ضحيه لهذه الفتره اللي الجريمه الوحيده هما تواجدوا في موفي اوندوا موفي مومون و تناولوا المخرجين بزاف الافلام على هذه الحقبه هذه دي ولكن ديما جانب سياسي اكثر ما هو انساني وانا حاولت ناخذ هذا الجانب هذا لذلك الجمهور يتعاطف مع الشخصيات ديال الفيلم المغرب قبلنا في الدور مع هذوك لي طابلو ديال ديال بحال دي سيدنا ابراهيم و كن كانوا عندي هذوك لي طابلو وانا صغير ولكن كنت كنتخيل كنت كندير ليهم دو دوطخ فيغسيون يعني كنت كنشوف وكل واحد كنحاول نعطيه لو ديالوغ واخا ما عرفش منين جا هذاك شي من بعد فهمت ألوغ سي بور سا كو خليت هذاك في الفيلم كاين هذيك الرؤيه ديال الطيب القيام أن بو نايف وكتخلينا و و و ندوزو من مرحله لمرحله باش يلقى الأب ديالو هي المشاركة بطبيعة الحال لأنها المشاركة الثانية بعد المشاركة الأولى ديالو في مهرجان طنجة للفيلم الوطني وحاز على تقريبا ست جوائز فالمشاركه دائما اولا للاشاده زعما وبكل امانه ان المشاركه في سينما البحر الابيض المتوسطيه دائما مشاركه زعما يرغب فيها الجميع السينمائيين والممثلين ولأن مهرجان فعلا فعلا عنده هويه وعنده عنده عالم ديالو ومهرجان اصيل فعلا و وكتنافس فيه افلام قويه قويه جدا يعني متوسطيه هذا هذا من جهه من جهه اخرى الفيلم شفتوه طبيعه الحال كل فيلم صعيب كيكون اي فيلم صعيب الفيلم ديال عادل عنده صعوبه خاصه اولا على مستوى الشكل لاننا اشتغلنا بزاف عامين ديال الاشتغال على الفيلم وعامين ديال الاشتغال على الموسيقى ثم على المضمون صعيب ايضا لانه مضمون صعيب 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 على ان 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 نتناولوا هذا الموضوع هذا اللي هو اللي كان الى 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 حد قريب كان كان من المواضيع الطابوهات فمن طبيعه الحال هو اللي ميز الاشتغال مع هذه الفاضلي هو انه اختار واحد الفضاء أه وعي ورؤية الطفل وعين الطفل اللي اللي هو بها غيمرر هاد هاد الفيلم هذا وهاد الأحداث اللي كتوقع في الفيلم وفي أه من خلال النظرة ديال الطفل فهذا كيخلينا كيسهل علينا شي شوية كيسهل عليه هو كمخرج في الرؤية دياله أنه يقول هذاك الشيء اللي شاف أو اللي عاش أو اللي تحكى ليه او او اللي يقرا مثلا الى اخره فكيحكي التاريخ بعين هالطفل هذا الطفل هذا فهذه وسيله داخلة في الرؤية الإخراجية ديالو ديال المخرج دونك آه كتخفف كت شيئا ما من حدة و يعني لو فاس الاصطدام اصطدام الفكرة بالمجتمع بالمتلقي بال بكل شيء بالسياسة إلى آخره ف طبيعة الحال شتي الممثلين يعني كل شيء كان مآمن إحنا لقينا في هذا الفيلم هذا بحال كما سبق لي قلت كنا في مختبر يعني كان استوديو بحال كنشتغلوا في مختبر يعني سينما فيلم طلع في مختبر هذا لقينا فيه كاع لي اللي كنا حنا كنشتغلوا عليهم كممثلين يعني المسرح السينما العرائس مع مع المرحوم عزيز الفضيل الله يرحمه لان مثلا الله يرحمه كيخصني نهضر عليه لانه هو كان كيحيد الكوستيم ديال البيرسوناج وكيمشي قاد حوايج اخرى في يعني ملي كتلقاي راسك الناس مامنين ذاك الايمان الاول القوي اللي كيكون عندك الاشتغال في الفن فلقيناه في هذا الفيلم وبالتالي مشينا مع جيسكو بو وضحينا جيسكو بو فاولا المجيء لمدينه تطوان بعمل سينمائي من هذا الحجم ما يمكن يزيد للسينما المغربيه الا فخر وفخر وانا شخصيا اول مره كنحضر لهذا المهرجان وعجبني بزاف وتطوان مدينة جميلة تستحق مهرجان من هذا الحجم ومن هذه القيمة أبي لم يموت تجربة بالنسبة لي عندها ما كانت على الخاصة أبي لم يموت فيلم اللي اشتغلنا مع عديل الفاضلي فيه اللي بصراحة عديل هو كمخرج يعرفه الناس ولو أن هذا أول عمل سينمائي دياله فعديل مخرج حالم طفل كيحلم بأشياء ما غاديش نقول تعب ولكن هذيك لا بون واحد التعب زوين واشتغلنا كلنا لا الممثلين ولا التقنيين بقياده عديد اللي كان ضابط الادوات ديالو ضابط العوالم فين غادي بينا يعني كتخدم مع مخرج وكتحس بالامان كتعرف بانه واحد السيد عنده واحد التصور معين وانت غادي به عديل مخرج اللي كيوقف على ادق التفاصيل تقنية أو للفنية فيعني كت وما كتاخدش لك واحد المدة طويلة باش تفهم معاه لأنه عنده البعد الإنساني جد متطور عادل, عادل, كإنسان يعني عنده أبعاد رائعة جدا فالتجربة كي قلت لك عندما كان خاصة لأنه اشتغلنا بواحد الحب وواحد لو واحد وواحد الاحترام والحمد لله ملي كتشوف ردود الافعال لا في المهرجان الوطني في طنجه كيفاش داز او لا في مراكش في المهرجان الدولي للفيلم او لا حاليا اليوم هنايا في تطوان في المهرجان الدولي البحر الابيض المتوسط فما يمكن تكون الا فرحان وما يمكن تكون الا كتزادك واحد الطاقه ايجابيه للبحث اكثر، للاشتغال اكثر باش نزيدوا بالسينما المغربيه لانه صراحه السينما كتبغي الحلم، وحنا اليوم هنايا مستعدين نحلموا. <applause>